أنا فرحان متواجد هنا في هذه الحفل المبادرة الخيرية هذه اللي إن شاء الله تتعمم هذه المبادرة وتكون مليحة هذه المبادرة، لأنها راح تعود بالخير على هذا الكوبل واللحمة نتاع الفنانين واللحمة نتاع الناس اللي جاتهم اليوم، الدليل على أنه الناس في المغرب مترافدين مع بعضهم، إن شاء الله ربي يكمل لهم بالخير إن شاء الله. الهدية نتاعي أنا تقعد بيني وبينهم، فوالا خليتها بيني وبينهم. مبادرات ملاح وانا مدبيه يتعمموا هاد المبادرات. كاين واحد الرجل ديالو مطوره في مدينه مراكش وعلى الميلودي دار مبادره انه غينظم له حفل مع مجموعه ديال حنا متواجدين توجور في المبادرات الخيريه هاد.